رسول الله، أحسنتم. إذا ألعاب وأنشطة خاصة باليوم الوطني، وممكن إن إحنا نستعين بماما في الإجابة على الأسئلة. متحمسين؟ متحمسين؟ لا متحمسين؟ أحسنتم. إذن السؤال الأول، يلا نركز، واللي بيجاوب أول واحد هو الفائز. ما هو علم المملكة العربية السعودية؟ هذه الصورة؟ علم. هذه الصورة الثانية؟ يا أسود. لونه إيه العلم؟ إن هذه الصورة تحمل علم المملكة العربية السعودية. أي لون؟ أخضر. الأخضر، أحسنتم. الأخضر، إذن علم المملكة السعودية هو ثاني علم يحمل اللون الأخضر. أحسنتم. يلا بنركز. ما هي العبارة المكتوبة بداخل علمنا الجميل؟ العبارة المكتوبة بداخل علم المملكة العربية. محمد رسول الله. ممتازة يا سارة. إذا أول عبارة، لا إله إلا الله، نعم أم لا؟ نعم. أي الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ممتازة يا سارة. تحية لسارة. إذا نصل الكلمة بالصورة المناسبة لها، يلا نستعين بماما. وين ماما؟ يلا نستعين بماما الغالية في هذا السؤال. إذا المربع الأول مكتوب المؤسس، المربع الثاني مكتوب الملك، المربع الثالث ولي العهد. إذا من هو مؤسس المملكة العربية السعودية؟ الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله. ممتازة يا سارة. تحية سارة. ممتازين. إذن المؤسس هو الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله. الملك سلمان. ممتازة يا سارة. سارة نشيطة. ممتازة يا سارة. وين حماسكم؟ إذا ملكنا هو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. ومن هو ولي عهدنا؟ ومن هو ولي العهد؟ الشاطر هو اللي بيعرف اسمه. محمد. صح. إذا ولي العهد هو محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. أحسنتم. إذا من هو مؤسس المملكة العربية السعودية؟ هو الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله. ومن هو ملكنا؟ يلا كلنا، بابا سلمان. ومن هو؟ أحسنتم. الملك بابا سلمان. أحسنتم. ومن هو ولي العهد؟
ومحمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. السؤال الرابع، متحمسين؟ وين حماسكم؟ وين حماسكم؟ متحمسين للسؤال الرابع؟ يلا يلا يلا. ما هي عملة المملكة العربية السعودية؟ ما هي عملتنا؟ الريال أم الدولار أم الدرهم؟ الريال. أحسنتم. إذا عملة المملكة العربية السعودية هي الريال. أحسنتم. الريال. إذا نرفع الأعلام، نرفع الأعلام. وروني أعلامكم، وروني الأعلام الجميلة. نرفع الأعلام، يلا يا حلوين، نرفع الأعلام ونردد النشيد الوطني. نرفع الأعلام ونردد النشيد الوطني. مجد والعلياء، مجد لخالق السماء، وارفع الخفاق أكبر يحمل النور المسطر. رددي الله أكبر يا موطني، موطني قد عشت فخر المسلم، عاش الملك للعالم والوطن. مرة أخرى وروني حماسكم والأعلام. يلا يلا حبايبي. سارعي للمجد والعلياء، مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق أكبر يحمل النور المسطر. موطني قد عشت فخر المسلم، عاش الملك للعالم والوطن. إذا النشيد الوطني، سارعي للمجد والعلياء، مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر. رددي الله أكبر يا موطني، موطني قد عشت فخر المسلم، عاش الملك للعلم والوطن. مرة أخرى يلا يا حلوين، نرفع الأعلام. سارعي للمجد والعلياء، مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق أكبر يحمل النور المسطر. رددي الله أكبر يا موطني، موطني قد عشت فخر المسلم، عاش الملك للعالم والوطن. مرة. إذن هنا سأخط بيدي رسالة حب لملكنا. ما اسم الملك؟ بابا سلمان. نختار أي لون؟ يلا نختار أي لون. ما لون علم المملكة العربية السعودية؟ أخضر. أحسنتم. يلا نختار الأخضر ونكتب هذه العبارة.
يلا بسم الله. يلا احكوا لي خطي جميل ولا مش جميل؟ خطي جميل؟ خطي جميل ولا مش جميل؟ جميل جميل جدا. نعم جميل ولا لا؟ نعم جميل. أحبك. أحبك. أحبك مين؟ بابا مين؟ بابا سلمي. بابا سلمي. بابا سلمي. طيب يلا شجعوني شجعوني احكولي شجعوني يلا عشان خطي جميل. أنا خطي جميل ولا مش جميل؟ لا جميل. جميل جدا. شكرا يا زهرة. نعم سل بحرف الباء. ده حرف المين يا ماما. هاي عبد الرحمن خطي جميل. بابا سلمان جميل. بابا سلمان خطي جميل. ده مين؟ بابا سلمان.